معنا المحامي إياد خلالي سكرتير التجمع الوطني الديمقراطي في مدينة سخنين. يعني زوبعة أثارها بعض السياسيين وعلى رأس ليبرمان على قضية تسلمكم درع من اتحاد أبناء سخنين تكريما للدكتور عزمي بشارة على دعمه لاتحاد أبناء سخنين ومحاولة المساعدة لاتحاد أبناء سخنين في تجنيد الأموال لدعم هذا الفريق العربي. ماذا ردكم على تلك التفوهات؟ هذه زوبعة كما ذكرت هي زوبعة في فنجان ما يضايق ليبرمان وأمثاله من العنصريين هو أي دعم لأي مؤسسة عربية. وإذا كان ليبرمان قد استشاط غضبا فذلك خير دليل على أننا في الطريق الصحيح وأننا فعلنا الأمر الصواب. وكما قال المتنبي فإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. هذا يدل على أننا قمنا بالأمر الصحيح، قمنا بدعم مؤسسة عربية في هذه البلاد. يضايق ليبرمان وأمثاله كل دعم لأي إنسان عربي يعزز من تمسكه بأرضه ومن تواجده في هذه البلاد. هم يريدوننا أن نجلس كالأيتام على مائدة اللئام نستجدي منهم الحسنات والصدقات. وأغاظهم أننا استطعنا أن نحصل لفريق اتحاد أبناء سخنين على دعم سخي من دولة عربية دون أي شروط مسبقة ودون أي شروط لاحقة. أنا أريد من هنا أن أشكر إدارة اتحاد أبناء سخنين على موقفها الكريم والشهم. عرفت أن هذا الأمر ممكن أن يجر عليها بعض الانتقادات من اليمينيين، ولكنها أصرت أن تكرم الدكتور عزمي بشارة وأن تكرم التجمع الوطني الديمقراطي ودولة قطر، لأنها تعرف أن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. مجتمعنا أصيل، إدارتنا أصيلة، سنستمر بالعمل بأصلنا وانتمائنا لهذا الشعب الأصيل، ولن نوفر جهدا ولا مالا في دعم جميع مؤسساتنا العربية في الداخل. وليوفقنا الله في إتمام مسعانا.